وينضم معنا من اسطنبول السيد صالح فاضل المحلل السياسي السوري. اهلا ومرحبا بك استاذ صالح. بدايه، تهديد روسيا الضمني للمعارضه بدرعا بعدم الذهاب لادلب، كيف تفسرونه؟ هو لا شك يعني ان السياسه الروسيه سواء قالوا عن ادلب او لم يقولوا، لنا سوابق اخرى في مدينه حلب كيف دمروها، في منطقة شرق حلب أقصد، وأيضا في الريف الحمصي ومناطق أخرى متعددة. الروس أناس مجرمون يعيثون في الأرض فسادا أمام نظام دولي صامت، إن لم أقل أنه مشارك في هذه الجريمة التي ترتكبها روسيا والنظام السوري والميليشيات الإيرانية القذرة. طيب يعني فيما نعم أقول يعني الحقيقة ممكن الآن إذا لم يتم التوافق التركي الروسي على مسألة ملف إدلب طبعا، وبرعاية أمريكية هي التي تنسق كل الجهود السياسية والعسكرية في سوريا، وروسيا ما هي إلا ذنب من أذناب أمريكا، إذا لم تتم حل مشكلة إدلب بالطرق السلمية ونجح الإخوة الأتراك، ربما يذهب الروس باتجاه العمل العسكري ضد أهلنا في إدلب، وهذا لمسناه مع أهلنا في درعا والغوطة وحمص وحلب، فليس يعني المستغرب أن يقوموا بمثل هذه الأعمال الإجرامية. طيب فيما لو ذهب الروس والنظام إلى إدلب، ما هي خيارات المعارضة سياسية وعسكرية، خاصة أن المدينة أصبحت مكتظة أصلا بالكثير من النازحين؟ الحقيقة خيارات يعني نحن أمام خيارات اثنتين. الخيار الأول والنداء الذي نوجهه للفصائل العسكرية، اتقوا الله واتعظوا مما حصل للفصائل الأخرى ولأهلنا المدنيين في كافة المناطق السورية، اتحدوا وشكلوا غرفة مشتركة، والحاضنة الشعبية في منطقة إدلب وهي حاضنة حقيقة لعموم الشعب السوري، لم تكن لأهلنا في إدلب فقط، ستكون وراءكم وسيكون في خندق واحد لقتال هذا العدو. لكن التفرق دائما وسنة الله في الحياة أن المتفرقين سيهزمون أمام العدو، حتى لو كان هؤلاء المتفرقون من أتقى أناس في الأرض، فالتفرق هو مزاج أناني، إن لم أقل أنه اختراق استخباري، لأنه في حالة وحدة المصير التي وجدناها في الغوطة، وحدة مصير المفترض أن وحدة المصير تلم المتخاصمين مع بعضهم البعض، ولكنهم لم يلتموا، مما يدل على أن هناك اختراقات استخبارية دولية أو محلية للفصائل المعارضة بكل أسف. لكن أقول لأهلنا في إدلب الفصائل العسكرية، اتحدوا، والذي يرفض الاتحاد حاولوا الضغط على القيادة بل وسجنها واعتقالها إن استطعتم. أما بالنسبة للمدنيين فلا خيار لهم الحقيقة، إما البقاء تحت المحرقة أو الاتجاه باتجاه مناطق درع الفرات أو أمواج هائلة تجاه الحدود التركية، لا ندري، كان الله في عونهم أمام سكوت المجتمع الدولي المجرم. طيب من جهة أخرى، هنالك قصف صهيوني على مواقع النظام، يعني ما الذي يود توجيهه من رسالة الكيان الصهيوني بهذه الغارات؟ إذا بتلاحظ أن كافة الأعمال الإسرائيلية التي تقوم هي أعمال ذر رماد، يريدون تبييض صفحة النظام، وكأن النظام وإيران هم أعداء لإسرائيل، والحقيقة الواضحة التي لا مواربة فيها، والغبي قبل الذكي أصبح يعرفها، أن النظام الإيراني والسوري والنظامات والميليشيات الطائفية بمختلف تنوعاتها وجنسياتها ما هي إلا لعوبة بيد إسرائيل التي تدير المشهد من وراء الجدار. نعم، المحلل السياسي السوري السيد صالح فاضل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.